اهلا بحضراتكم متابعي موقع مصراوي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه والمنصات المختلفه. معاكم محمد سامي من صاله تحرير مصراوي. واعلن الان فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل للقاء الحاسم امام كاب فيردي او الراس الاخضر في مواجهه نكون او لا نكون امام المنتخب الذي يحتل صداره المجموعه الثانيه برصيد 6 نقاط، ومنتخب مصر لا بديل له عن الفوز اليوم حتى لا ندخل في حسابات معقده قد تقصي بالمنتخب المصري خارج البطوله الافريقيه. مفاجآت بالجمله في التشكيل كما توقعناها معكم بالامس في لايف امس، وهي طبعا أحمد مصطفى زيزو بديلاً لمحمد صلاح المصاب واللي خرج من قائمة المنتخب نظراً لإصابته في العضلة الخلفية. وطبعاً تابعنا امبارح اللي حصل ما بين عودته إلى ليفربول بعد مباراة اليوم لتلقي العلاج النهاردة، وطبعاً في انتقادات شديدة لمحمد صلاح بناءً على هذا الأمر، حيث أن النهاردة أحد النجوم المغاربة اللي بيلعب في أحد الأندية الإنجليزية الألمانية أصيب النهاردة، والنادي بتاعه طلب أنه يرجع يتعالج. الاتحاد المغربي لكرة القدم رفض رفض قاطع وقال لا يجي يتعالج، لو عايزين تبعتوا له أطباء يتابعوا حالته ابعتوا له. تشكيل منتخب مصر زي ما اتنشر منذ دقائق، محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتوح بديلا لمحمد حمدي اللقاء الأول اللي لعبه فتوح في البطولة، مع محمد عبد المنعم مساك، احمد حجازي مساك اخر، ومحمد هاني في الباك اليمين. يبقى كده احنا عندنا تغييرتين في الخط الخلفي لمنتخب مصر. التغييره الاولى احمد فتوح هيلعب على حساب حمدي، والتغييره الثانيه محمد هاني رجع على حساب عمر كمال عبد الواحد. اما في خط النص واللي بيشهد مفاجآت كبيره بعد هجوم شديد على محمد النني، خرج اليوم من التشكيل الأساسي ليحل محله مروان عطية لاعب النادي الأهلي وخط النص واللي الجمهور نادى بيه منذ اليوم الأول، فين يا فيتوريا مروان عطية؟ ومعاه في مركز 6 أيضا حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق والوقر القطر الحالي، وعلى في مركز 8 إمام عاشور، وفي الهجوم عمر مرموش واحمد مصطفى زيزو ومصطفى محمد. يبقى زي ما قلنا لحضراتكم تشكيل منتخب مصر، خط محمد الشناوي حارس مرمى، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني وعبد المنعم وحجازي، وبينضم لنا على التليفون الصديق الغالي والناقد الرياضي المحترم الاستاذ احمد عبد الباسط. يا احمد يا عبد الباسط، كما انفردت بالامس في برنامجك وعلى صفحتك على الفيسبوك بالتشكيل، التشكيل كعادتك يطلع زي ما انت قلت. مساء الخير يا احمد. مساء الفل يا سامي، انا بشكرك. والمهم مش التشكيل، المهم نكسب النهارده، ده اهم حاجه تهم الناس كلها والجمهور. يعني 4 تغييرات في التشكيل، 1 اضطراري و3 تكتيكية، قول لي شفت ازاي في الامر ده؟ بص، هو الراجل بصراحه هو مش ده اضطراري ولا تكتيكي، على قد ما هو الراجل بيحاول يعدل التشكيل متاخر، يعني هو مضطر انه يعدل التشكيل. معلش يا احمد، سمعت لك مصطلح في برنامجك يوم الخميس اللي فات قلت فيه ان فيتوريا العنيد ما بيسمعش حد وبيحاول يصر على اللي في دماغه عشان يقول انا صح انا صح. وهو ده اللي حصل، يعني اول مباراه بدا بتشكيل، ثاني مباراه الاهلي غير 3 طبقا لعنده وعقليته اللي هو متمسك بيها، النهارده بنلاقيه بيغير 4 في التشكيل. هنقول ان محمد هاني اساسا اساسي ولعب المباراه الاولى، ولكن في 3 كمان بيغيروا، فانت لو جيت بصيت على الموضوع هتلاقيه بيغير كل مباراه 3 مختلفين عن اللي قبلها، فده ان دل على شيء بيدل على انه تركيبته من الاول هو ما كانش حافظها، او اللي عمله في الماتشات الوديه ملوش علاقه باول مباراه دوليه رسميه او اول بطوله دوليه رسميه اصطدمنا بيها. ولكن في النهايه هو الاضطرار الوحيد من وجهه نظري هو زيزو مكان محمد صلاح، لكن امام عاشور هو المستوى الفني اللي دفعه انه يلعب المباراه اللي فاتت، بنشوف النهارده انه مروان المستوى الفني. معلش يا احمد، يلعب بامام النهارده مركز 6 برضه زي معاند، ولا هيطلعه 8 على الدايره علشان خاطر يدي امام مساحه ان هو يشتغل؟ لا، هو النهارده هيوقف مروان وحمدي، بس الادوار هتبقى مروان هو الست صريح مع ادوار هجوميه لمروان من ناحيه لحمدي من ناحيه اليمين، وامام من ناحيه الشمال، بحيث ان هو يعرف يعمل ثنائيات، يعني انه مروان مع زيزو مع مصطفى محمد، والناحيه الثانيه يبقى امام مع
مرموش مع مصطفى محمد فيقدر يعمل مثلثات بالشكل الامثل. ده كان عندنا في بطء بيحصل في المباريات اللي فاتت، فده اللي كان مأثر علينا سلبيا. وعايز اقول لك ان النني معصور برضه، النني ما بيلعبش بقاله فتره كبيره ودخل على بطوله مجمعه والراجل بيلعبه، اكيد مش هيروح اقول له ما تلعبنيش، لكن في النهايه هو الراجل شاف الموضوع ده متاخر بعد يعني بعد مباراتين. اتمنى النهارده انت شايف واحنا بنتكلم كوديفوار خسرانه على ارضها من غينيا، وارد جدا يبقى مش موجوده، فالموضوع صعب الموضوع. يعني ثلاث نقط بقى هتقعد بقى تستنى حزب بيرما وهي ثالث ولا مش ثالث وقصه. حتى لو هتاخد تصعد الثالث فده بيقول لك بص على جدول المجموعات اسامي تدخل قبل البطوله، انت محدد مين اللي هيصعد بالورقه والقلم؟ اتضح ان الموضوع ملوش علاقه، الموضوع ليه علاقه باللي هتلعب، باللي هتتعب، باللي هيجتهد. النهارده بنشوف اوائل المجموعات او رؤوس المجموعات، الراس الاخضر، غينيا، ما فيش تونس في اخر، مصر في الاخر، الجزائر في الاخر، ما فيش غير المغرب باربع نقط. فالموضوع الحزبه بتاعت هذه البطوله هي بتكسر كل القواعد السابقه للبطولات المجمعه وخصوصا بطوله الامم. يعني انت يا احمد احساسك ايه النهارده في ماتش النهارده؟ احساس ان شاء الله ان احنا ممكن نفوز 2-1 ان شاء الله. نفوز 2-1 عشان انا اقطع لك بعد الماتش، وانا عارف ان شاء الله توقعاتك وامالك ما بتخيبش. فيتوريا يا احمد انا عارف ان انت طبعا يعني قاعد معاهم في اوضه اللبس. فيتوريا قال ايه للاعيبه النهارده في المحاضره اللي انتهت من 10 دقايق؟ هي محاضره النهارده كانت اصلا محاضره نفسيه اكتر منها محاضره فنيه، لانه الفنيات اللعيبه لعبوا مباراه غنى بفنياتهم هم مش بخطه. انا كنت بتكلم مع عدد من اللعيبه، في بعض الكرات بتلاقي تريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد فتحي اللي هو الناحيه الثانيه جاي الناحيات، فاللعيبه في مباراه غانا في الشوط الثاني كانت بتلعب بروحهم وباسم مصر. اللعيبه مع بعض متكلمه انه احنا مش هينفع نتخاذل، فالروح موجوده النهارده، ولكن الناحيه الفنيه هو لم يتحدث كثيرا في الناحيه الفنيه غير على المستوى الخصم، انه ارى المباراه بتاعه الراس الاخضر وغانا لما لعبوا مع بعض علشان على امل يعني ان احنا نسد الثغرات عندنا النهارده. واعتقد ان وجود مروان ووجود حمدي فتحي وامام عاشور هو الثلاثي الانسب لخط وسط منتخب مصر. ده اللي انت قلت بيه يا احمد في اول حلقه ليك من برنامجك، قلت ان ده الثلاثي الانسب، لكن زي ما انت قلت الراجل ما بيسمعش. لا هو ما بيسمعش، هو شخصيته عناديه كمان، في مشكله عنده كبيره يا محمد، انه الراجل ما دربش منتخبات. غير انه ما دربش منتخبات، ما دربش في افريقيا. فلما تيجي تشوف انه الاهلي مثلا لما كان تعاقد مع موسيماني كان جايب لهدف معين، انه راجل متمرس في القاره الافريقيه، حتى فشل في الدوري، فشل في الدوري بس كان في افريقيا بياخدها وهو نايم في البيت. لا خلاص بقى افريقيا، خد بطولتين افريقيا، خد ثالث كاس عالم، عمل اللي ما بتعملش. لكن في النهايه الراجل ده ما دربش خالص منتخبات، غير انه ما دربش منتخبات، ما دربش في افريقيا. فالتدريب في افريقيا هو بيتعرف دلوقتي ولاسيا. لو صعدنا يا احمد النهارده هنروح لمكان بعيد في البطوله ديت ولا برضو بدري؟ اشوف انه الموضوع هيبقى في صعوبه شويه. كواليس صلاح هتحكيها بعد انتهاء البطوله طبعا. احنا دلوقتي مع ال 26 راجل اللي موجودين، وده اللي يهمنا دلوقتي، وفي نفس الوقت انه اللعيبه كلها مركزه في المباراه، فده اللي يهم، وان شاء الله نطلع كسبانين ونتكلم بعد الماتش يعني. ان شاء الله. بشكرك الصديق العزيز الناقد الرياضي المحترم والاعلامي الشهير احمد عبد الباسط اللي قال لنا عن تفاصيل ما جرى في لقاء فيتوريا مع لاعبي المنتخب المصري في المعسكر اللي انتهى منذ قليل. تشكيل المنتخب المصري زي ما قلت لحضراتكم وزي ما احمد عبد الباسط شرحه معانا، محمد الشناوي في حراسه المرمى، ومحمد هاني في ناحيه اليمين، في الشمال احمد فتوح، عبد المنعم وحجازي اتنين مساكين، ثلاثه في نص الملعب يعوب مروان عطيه للمره الاولى، ومع حمدي فتحي وامام عاشور، وفي الهجوم احمد مصطفى زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد. وطبعا عندنا بقى على الدكه اللاعيبه الاحتياطيين، في كهربا وفي تريزيجيه اللي الناس بتمني النفس عليه زي ما عمل في المباراه اللي فاتت. احمد عبد الباسط قال لك ان اللعيبه قعدوا مع بعض وقالوا بقى مفيش حاجه اسمها فني وغير فني، احنا لازم نبقى رجاله و26 راجل، لازم نعوض النهارده المصريين عن اللي حصل في الماتشين اللي فاتوا، لازم نحسم الصعود النهارده، ما نسيبش نفسنا لحزبه بيرما والصعود الثالث اللي قد تكون صعبه علينا، عشان في اربع مجموعات اعتقد محسوم منهم الصعود الثالث ليس من بينهم مصر. نعيد عليكم مرة أخرى تشكيل منتخب مصر في المباراة اللي خلاص فاضل عليها أقل من ساعة ونص. محمد الشناوي في حراسة المرمى، وحجازي ومنعم اتنين مساكين، فتوح ومحمد هاني يمين وشمال، قدامهم حمدي فتحي وإمام عاشور ومروان عطية، في الهجوم مصطفى محمد وعمر مرموش
وأحمد مصطفى زيزو الذي يلعب بديل محمد صلاح. التعليقات عندنا على الصفحة، الأستاذ جرجس النمر بيقول تشكيل كويس، أستاذ زياد بيقول يا رب النصر لمصر، أحمد سامي بيقول تشكيل موفق إن شاء الله مصر. قولوا لنا يا جماعة توقعاتكم، إيه رأيكم في التشكيل، وهل شايفين إن التشكيل ده هو التشكيل الأمثل لمنتخب مصر في مواجهة كاف فيردي الرأس الأخضر اللي حسم الصعود من المجموعة الثانية بست نقاط في مباراتين بفوزه 1-0 على غانا و3-0 على موزمبيق؟ هل ده هو التشكيل الأمثل لمصر أم أن كان المفترض يكون في تدخلات أخرى؟ إيه توقعاتكم للمباراة؟ هل مصر تقدر تحسم الصعود النهاردة؟ عايز أقول لكم أن في سيناريوهات غريبة وعجيبة بتنتظر المنتخب المصري. سيناريو أن احنا ممكن نتغلب من كاف فيردي 1-0 ونصعد قتالي المجموعة، لكن هذا السيناريو يحتم أن مصر، أن غانا وموزمبيق يتعادلوا مع بعض 0-0، فمن ثم أن مصر تصعد باثنين مكان بنقطتين كمركز تاني. الأستاذ بهاء عبد الرحمن بيقول إن شاء الله النصر المصر بإذن الله. الأستاذ بهاء مصر تكسب وتحقق مكسب. وعد بيقول أو بتقول المفروض مصطفى فتحي مكان صلاح، هو نزل صلاح النهاردة كده يلعب ناحية اليمين مكانه أحمد مصطفى زيزو. المرة اللي فاتت لما فيتوريا عمل تعديل دفع بمصطفى فتحي مكان صلاح، والناس كلها ساعتها كانت بتقول مكان ينزل زيزو، حتى مصطفى فتحي لما نزل كان تايه في اول 5 دقائق، انا قطعت منه الكوره اللي جابت الهدف الاول. محمد شاكر بيقول ان شاء الله مصر تكسب. محمد عواب بيقول مصر تكسب 2-0. عبد الحميد وهدان بيقول ان شاء الله المكسب لمصر بفارق 2 ان شاء الله. كل التعليقات وكل الناس بتقول يا رب، وكل الناس بتقول النصر لمصر. نعيد عليكم مرة أخرى تشكيل المنتخب المصري في المباراة اللي هتبدأ بعد قليل، المباراة الحاسمة أمام كاف فيردي أو الرأس الأخضر. المنتخب اللي تعداد سكان دولته وهي جزيرة في المحيط ما يزيدش عن 600,000 نسمة، لكنهم قدروا مرة يوصلوا لكأس العالم ومرة يعملوا ماتشات كويسة في بطولة أفريقيا. نقول لحضركم التشكيل، محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد الشناوي استقبل 4 أهداف في ماتشين بواقع 2 في كل ماتش. عندنا محمد عبد المنعم واحمد حجازي 2 مساكين، عندنا محمد هاني باك يمين، احمد فتوح العائد من عدم لعب ماتشات بقاله اكتر من 2.5 شهر. خط النص ان شاء الله امام عاشور ومروان عطية وحمدي فتحي. ناحية الشمال اليمين جناح أيمن أحمد مصطفى زيزو، وجناح أيسر عمر مرموش النشيط، وفي الهجوم مصطفى محمد. إيه توقعاتكم للماتش وإيه رأيكم في التشكيلة؟ أبو هيثم بيقول إن شاء الله الفوز لمصر وتشكيلة كويسة جدا، وإن شاء الله تشكيلة متوازنة وكان المفترض يبدأ الراجل بيها من الأول. أستاذ محمد شاكر بيقول إن شاء الله المكسب لمصر. كل التعليقات كلها بتمشي في ان التشكيله كويسه وان ان شاء الله المكسب لمصر. احمد عبد الباسط كان معانا في مداخله هاتفيه منذ قليل وقال ان موضوع محمد صلاح له تفاصيل كثيره سيعلن عنها لكن بعد انتهاء البطوله، وان مصر كلها دلوقتي على قلب رجل واحد مع 26 راجل اللي في الملعب واللي في البطوله. قال كمان ان اللعيبه قعدوا مع بعضهم جلسات وقالوا ان هم سيبكوا بقى من الفني وسيبكوا بقى من الكلام اللي بيتقال وقراءة الخصم وتحليل والخريطة الحرارية، ان الكلام ده كله بيأكلش عيش، ان احنا لازم نكون رجالة في الملعب النهاردة زي ما عملنا في الشوط الثاني في ماتش غانا. لازم نكون رجالة ولازم نكون قادرين ان ال 110 مليون مصري النهاردة ما يبقوش زعلانين. لازم النهاردة يفرحوا الناس بعدم الخروج المخيب. الناس مش هتفرح انك صعدت الدور ال 16، الناس هتزعل قوي ان احنا خرجنا خروج مخيب من منتخبات. احنا بنصرف كتير على الكرة في مصر، الكرة في مصر عندنا محترفين، العصر الذهبي لمصر في المحترفين محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه والنني. عندنا 2 بيلعبوا في دوري انجليزي وواحد في دوري الماني وواحد في الدوري التركي، ده غير اللي بيلعبوا في الدوريات العربيه والدوري الفرنسي. مصطفى محمد في تعليق برضو بيقول ان المفروض حجازي ما يلعبش وان ياسر ابراهيم اللي يلعب. هذا الفيتوريا او هذا المدرب العنيد ده اللي الناس كانت بتتكلم فيه من اول مره، يا عم العب بتلاته في نص الملعب عندهم تجانس مع بعض، العب بمروان
وعلى الاقل مروان وامام عاشور لعبوا مع بعض في الاهلي، فعندهم حاله. احنا خط النص بتاع منتخب مصر كان عنده ازمه في ان هو ما عندوش ترابط مع خط الدفاع ولا عنده ترابط مع خط الهجوم، فكل خط كان بيلعب مع نفسه. الناس من اول ماتش قالوا يا عم الحاج فيتوريا العب واربط خطوطك بلاعيبه متجانس. او النهارده نزل احمد فتوح، طب احمد فتوح نزلته ليه وهو بقاله كتير ما بيلعبش؟ طب ما لعبتوش ليه في الاول؟ طب خدته ليه؟ حاجه اسئله واستفسارات ملهاش اي مبرر ولا لها اي سبب من فيتوريا هذا المدير الفني البرتغالي الذي يحصل على 200,000 دولار، وكما قال عنه أحمد عبد الباسط أنه لم يدرب من قبل في أفريقيا ولم يدرب منتخبات، وتعامله مع المنتخبات في بطولة مجمعة في هذه الأجواء الأفريقية هي المرة الأولى له في تاريخه. وطبعا هو مش مستوعب الأجواء ولا مستوعب الرطوبة ولا مستوعب اللي بيحصل ولا مستوعب أي حاجة، هو هيستوعب على 2026 البطولة اللي جاية اللي هتتلعب في المغرب إن شاء الله. نتمنى الفوز لمصر، ويا رب يا رب يا رب النصر لمصر. وكنت معاكم محمد، المفروض يا نجم حجازي لسه طالع من إصابة ما يلعبش يلعب ياسر إبراهيم، ما هو ده المفروض وده اللي احنا قلناه. حجازي العائد من إصابة في كأس عالم الأندية صليبي للمرة الثالثة، لعب ماتش الأهلي واتحاد جدة وكان مستواه مش حلو، ضمه للمنتخب لعبوا ماتش ودي وبعد كده لعبوا بطولة أساسية. ايه ده؟ محدش فاهم هذا الأمر. تحياتنا لاستاذ احمد النشوي النشئي اللي بيقول ان شاء الله الفوز لمصر. ناس كتير بتتوقع ان شاء الله من نصر لمصر. احمد عبد الباسط توقع ان شاء الله 2-1. توقعك ايه على المنتخب ان شاء الله؟ 2-1 برضو زي احمد عبد الباسط. شيتوس توقعك ايه للمنتخب؟ 3-0. اشمعنى الواحد يعني ما يخش فينا جول؟ عشان لو دخل فينا جول مش هنعوض، مش هنعوض. 3-1 شيتوس بيقول. احمد عبد المنعم زميلي هنا ورا كان بيقول لي من شويه اتوقع فوز الراس الاخضر، فحسسني ان هو من جامايكا من عندهم. ان شاء الله النصر لمصر. الصواب بيقول لي مصر هتفوز 4-2، وساره بتقول مصر هتفوز 3-1، والاستاذ احمد علاء بيقول 2-2 على التعليقات معنا اهوت. حد عايز يتوقع يا جماعه؟ ساره يا استاذ ساره بتقول 2-1 لمنتخب مصر، 2-1 لمنتخب مصر. توقع زميلتنا ساره ابو شادي هتكسبي ان شاء الله لو توقعك طلع صح، هتكسبي تيشيرت المنتخب ان شاء الله الاصلي مقدم من قسم الرياضه بموقع مصراوي. اللي هيتوقع من زملائنا هنا مش للجمهور، عشان المسابقه الجمهور معموله اكسب بلاي ستيشن مع زملائنا في يلا كوره، بلاي ستيشن 5 مقدم من احد الشركات الراعيه. دي مسابقه الجمهور، ادخلوا علقوا توقعوا علشان خاطر تكسبوا معايا يلا كوره. ما احنا ايه الاستفتاء بتاعنا على قدنا احنا 5-6، حتى لو ما خدناهمش الهديه محدش فينا هيزعل. استاذ وائل توفيق رئيس قسم الرياضه توقعك ايه للماتش؟ كام؟ 2-0 وائل توفيق، 2-0 وائل توفيق. محمد عمار هو بيقول لي ان شاء الله 2-0 لمصر. استاذ خلف عبد المنعم بيقول 3-0 لمصر. استاذ محمد عمار بيقول لي كده كوت ديفوار كوت ديفوار خسرت من غينيا 1-0، بقى معاها 3 نقاط كده، كوت ديفوار هتبقى ثالث المجموعه، وهتستنى بقى انتهاء الماتشات، هتستنى انتهاء الماتشات لحد ما نشوف التوالت. يعني بطوله بائسه، غينيا الاستوائيه فازت 3-0 على كوت ديفوار يا زوائل، 3-0 ونيجيريا مع غينيا بيساو، ونيجيريا مع غينيا بيساو 1-0 لنيجيريا. يبقى احنا كده هنقول لكم ده لعنه اصحاب الارض. زميلنا علاء احمد بعت لي بيقول لي اتحدث عن لعنه اصحاب الارض، لعنه اصحاب الارض اللي قطعت بالكاميرون البطوله اللي فاتت من دور قبل النهائي امام السنغال، واليوم تحرج كوت ديفوار. وطبعا مصر طبعا الفضيحه بتاعتنا في مع جنوب افريقيا في 2019 لما بيرسي تاو خد الكل وراه. كده موقف المجموعه الاولى اللي انتهت ماتشاتها. غينيا بيساو في المركز الاول بسبع نقاط، يليها نيجيريا بسبع نقاط، كوت ديفوار بثلاث نقاط، عليه التعادل 3 مفسي، عليه له 4 اهداف وعليه هدفين، له 4 اهداف وعليه هدفين، وغينيا بيساو عليها 7 اهداف ولها جونين. ده كده المجموعه دي اتصعبت خالص، وكده كوت ديفوار في انتظار محمد الصاوي افترض مدير الصاله معانا هنا بيضحك علينا، قلت ما فازش. لم يفز، لم يفز يا استاذ صاوي، لم يفز. كوت ديفوار فازت ماتش وتهزمت ماتشين ولم تتعادل، لها 4
لا هدفين وعليها أربعة، لا هدفين وعليها أربعة. يعني مصر لو تعادلت النهاردة مع كاب فيردي هيبقى مصر مفيش ليها أهداف ولا عليها، اللي هي مدخلة أربعة وعليها أربعة، تبقى موقف أحسن من كوتوفوار، تبقى موقف أحسن من كوتوفوار. مصر لو تعادلت النهاردة مع كاب فيردي وانتظرت أحسن توالت هيكون موقفها أحسن من كوتوفوار ومتقدم عن كوتوفوار. ده المجموعة دي غينيا الاستوائية مفيش ناقد رياضي ولا فزلكه ولا اي حد بيتوقع في العالم يتوقع ان المجموعه دي يكون ترتيبها بعد انتهاء الجوله الاولى غينيا الاستوائيه في المركز الاول بسبع نقاط، ونيجيريا في المركز الثاني بسبع نقاط لكن فرق الاهداف، وقد الظفر في المركز الثالث بفوز وحيد على غينيا بيساو وهزيمتين، هزيمه من نيجيريا وهزيمه من غينيا الاستوائيه. ده وضع صعب جدا، ولعنة أصحاب الأرض تصيب المنتخب الإيفواري أو منتخب الأفيال. الأستاذ حسام من الجزائر بيقول إن شاء الله تحيا مصر واتنين صفر. أستاذ علي حسني بيقول 1-0 لمصر. أستاذ أحمد سيد بيقول 2-1 لمصر. نعيد على حضراتكم مرة أخرى تشكيل المنتخب المصري. منتخب مصر يلعب بحارس مرمى محمد الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني واحمد حجازي وعبد المنعم واحمد فتوح، خط الوسط مروان عطية وحمدي فتحي وامام عاشور، وخط الهجوم احمد مصطفى زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد. التوقعات كلها ان شاء الله يا رب الفوز لمصر. استاذ مؤمن عشماوي بيقول ان شاء الله مصر هتكسب، وبيقول ان هو بيتفرج علينا وهشوف الماتش في حسينية الشرقية ان شاء الله. يا استاذ مؤمن مصر تكسب. الاستاذ احمد موسى التشكيل اهو، علاء اهو برضه، علاء برضه شغل الجرافيك بتاعنا وزملائنا في قسم الجرافيك مايكل عاملين شغل عالي بتصميم جرافيك للتشكيل زي ما احنا حضراتكم شايفين اهو، محمد الشناوي واحمد حجازي وعبد المنعم ومحمد هاني وفتوح وحمدي فتحي ومروان عطيه وامام عاشور واحمد سيد زيزو وعمر مرموش وعمر مرموش ومصطفى محمد. ده تشكيل المنتخب المصري، وذكرنا لحضراتكم ما تم في الغرف المغلقة في المحاضرة الأخيرة للمنتخب المصري، وقلنا لحضراتكم موقف المجموعة الأولى اللي اتأزمت جامد بهزيمة كوت ديفوار بثلاث أهداف مقابل لا شيء من غينيا الاستوائية، وغينيا ضمنت المركز الأول برصيد سبع نقاط يليها نيجيريا، وكوت ديفوار ستجلس تبكي على الأطلال منتظرة نتائج المجموعات، وهل سيكون الثالث في المجموعة من كوت ديفوار من المجموعة ديت ولا لا؟ الله أعلم. الساحرة المستديرة تخفي الكثير وتدير ظهرها في كان أبيجان 2023 إلى الفرق الكبرى، أدارت ظهرها إلى كوت ديفوار اليوم ومن قبل إلى مصر وتونس والجزائر والسنغال، أدارت ظهرها إلى كل الدول الكبرى. هي بطولة المفاجآت، بطولة الأحلام للفرق الصغرى. هل ستستطيع غينيا الاستوائية التي حققت مستوى جيد على صاحب الأرض والجمهور أن تحقق تقدما في البطولة؟ هل كاب فيردي الرأس الأخضر البلد ذات 500 ألف نسمة تستطيع أن يتحقق تقدما في البطولة؟ هل يستعيد الكبار توازنهم؟ هل مصر النهاردة لو استعادت توازنها وحققت المكسب على كاب فيردي تستطيع انها تكمل في البطوله في ظل ان لو صعدنا تاني النهارده يكون طريقنا تسهل شويه؟ هنقابل لو صعدنا تاني، لو صعدنا تاني هيبقى عندنا حد من الكونغو يا زامبيا، ثم بعد كده هيكون عندنا غينيا الاستوائيه لو صعدت. يعني الطريق متيسره. لو صعدنا النهارده والله متيسره لحد دور الاربعه، متيسرة خالص. محمود لاشين زميلنا بقى هو على طول كان معانا هنا في مصراوي لكنه اتنقل لمكان عمل اخر، لكنه على طول متابع للايفات ما بيفوتش لايف، وبيقول لي هو بعت لي بيقول لي ان شاء الله النصر لمصر هنكسب 2-1، لكن يا لاشين خلاص انت مش داخل معانا في التوقعات عشان التوقعات هنا بيننا وبين الناس اللي في الصاله اللي هو عددنا سبعه، وان شاء الله كلهم هيخسروا ومش هشد تيشيرت لحد. أستاذ عامر بيقول إن شاء الله الفوز لمصر والتشكيل كويس. أستاذ محمد عمارة كده كوت ديفوار، لا كوت ديفوار بقى مستنية إن شاء الله المعجزة
ان هي تبقى من احسن توالد. دي التشكيله مره اخرى زي ما قدامكم على الشاشه، انا اقولها لاخر مره وان شاء الله يعني مكملين المتابعه معاكم. الشناوي، حجازي، منعم، هاني. انا عايز اقول لكم والله ان محمد الشناوي ده شخصيه جميله جدا، محمد عبد المنعم شخصيه جميله جدا، وعايز اقول لكم ان انا تواصلت معاه من 4 ايام عبر تطبيق الواتساب، وكان في طفل مصاب بالسرطان، مصاب بالسرطان من محافظه الشرقيه، والولد ده داخل يعمل عمليه في مستشفى 57 357، والولد كان حلم حياته ان هو يكلم محمد عبد المنعم. اتصلت بعبد المنعم وبعت له على الواتس، قلت له محمد الوضع 1 2 3 وفي احد الاطفال محتاجك تكلمه او تبعت له حاجه عشان خاطر داخل يعمل عمليه. بصراحه عبد المنعم لم يتاخر وارسل لي الفيديو على طول. هحاول اشغل لكم الفيديو اهوت، هحاول اشغل لكم الفيديو اللي محمد عبد المنعم بعته لي، واهو محمد عبد المنعم مدرب. كثير السيد، عامل ايه يا حبيبي، اخبارك ايه؟ شد حيلك كده تقوم ان شاء الله، كلنا معاك كلنا في ظهرك لحد ما تقوم كده ونشوفك احسن لاعب في الدنيا كلها ان شاء الله. كده نتقابل قريب باذن الله يا حبيبي. معلش والله انا في بطوله، لو مش البطوله كنت زمان جيت لك والله، بس بعد البطوله ان شاء الله، وعد بعد البطوله ان شاء الله اجي لك واديك التيشيرت بتاعي باذن الله حبيبي ياسين. شد حيلك يا بطل. دي كانت رسالة محمد عبد المنعم لياسين المصاب بالسرطان، ياسين المصاب بالسرطان من محافظة الشرقية، واللي طلب فيديو من محمد عبد المنعم او ان هو يكلمه. محمد عبد المنعم ارسل لي الفيديو ده وانا بعته لياسين وقال له ان شاء الله محمد انا في بطولة، وياسين انا في بطولة، وان شاء الله هنرجع بعد البطولة وهجيب لك التيشيرت ان شاء الله. يا عبد المنعم انت وزملائك بترك المواقف الانسانية البسيطة، ان شاء الله ربنا يجبر خاطركم النهاردة وترجع لياسين يا عبد المنعم، وتزور يكون عمل العملية في 57 57، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ترجع بالكاس، وان شاء الله ربنا يكرم انسانيتكم وتكونوا رجالة على قلب رجل واحد. بشكركم شكرا جزيلا، وكنت معكم محمد سامي من صالة التحرير مصر أوش.